Just actually, it's the last question. I want him to give us some advice for the brothers who are back in America, back in the UK, as it relates to this fitting that has been going on so many years between our Sedefi brothers. And now we find that the brothers who are a bit, you know, rough and tough, they're having iftiraq even between themselves. So the tatawwur of the problems getting more and more and more. Bainahum hum anfusuhum. So we want just the tawjihat of the sheikh. نصيحه يا شيخ للجماعه في امريكا هو انه قصه السلفيه. نعم نعم. والله ابتداء للاسف الشديد يعني انا تقريبا متابع لكل او لاكثر ما يجري هنالك تاتينا الاخبار وما يجري هناك كما يجري هناك كما يجري لكن حيث وجد العلم اكثر تقل الفتن. لكن إذا وجد إذا لا يوجد علم ولا علماء تكثر الفتن لأنه كل واحد سيعتبر نفسه هو الشيخ وهو العالم وهو الذي إليه القول. فأنا أعتقد أن فتنة التجريح والطعن والتصنيف هذه والغلو التي يعني كما قال لك أثرت جدا على المسلمين وعلى طلبة العلم وعلى السلفيين أنا أعتقد أن سببها أمران. الأمر الأول التقليد والتعصب، والأمر الثاني الفراغ العلمي. لو أنه لا يوجد فراغ علمي وأنت تملأ وقتك بطلب العلم والتعلم والتعليم والدعوة لا تفرغ لمثل هذه الأمور وتنشغل عنها. لكن أكثر الخائضين في ذلك هم فارغون علميا أو على الأقل لا يستغلون ما عندهم من علم ولو كان قليلا فينشغلون بالتعصب والتقليد وقال فلان ثم التجريح للآخرين يستغله الشيطان لينفخ في نفس الإنسان أنه يعني شيء وأنه هو الصواب لأنه يطعن في الآخرين والآخرون يسكتون. إذن هو الصواب، هو المسيطر، هو صاحب الكلمة، هو المؤثر، وهذا في الحقيقة في ميزان الله ليس له وزن. الوزن الوزن في ميزان الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لذلك الآن بدأت الفتنة فيما بين الكبار. الآن كبار هذه الفتنة التي الآن نحن نتكلم عن واقع المجتمعات العامة في أمريكا وأوروبا وبلاد العربية، الآن بدأت الفتنة ليست في المجتمعات العامة بل في كبارهم بين الدكتور ربيع وبين ابن هادي محمد هادي وبين فلان الكبار الطبقة الأولى التي هي مؤثرة. الآن بدأ يطعن بعضهم في بعض هم علماءهم هم الذين يحركونهم. سبحان الله أنا كتبت مقال في أول هذه الفتنة سميته دودة القز. دودة القز يقول علماء الحيوان عفوا يقولون دودة القز بعد أن تفرز حريرها تقتل نفسها. سبحان الله. فأنا أقول هؤلاء كدودة. هذا الكلام ما قلته من 19 سنوات من 2009 قلت هؤلاء بعد أن يبدعوا وكذا سيبدع بعضهم بعضا. والآن هذا الذي حصل تماما. والله أمس جاءتني رسالة من ليبيا وقبلها جاءتني رسالة من تركيا وشيخ أنا أتوب إلى الله وسامحني تكلم فيك وطعنت فيك وبغير حق والله. وأنا أستحي أنشر رسالة حتى بدون اسم لعلي مرة نشرت قبل 4-5 سنوات رسالتين بدون اسم يعني للعبرة هكذا فقط يعني. فالناس من أراد الله به الخير والهداية عرف أن هذا الأسلوب أسلوب بعيد عن الدين و ونقاوة الدين وهدوء الدين وطمئنان الدين والعلم والعلماء. العلماء يستوعب بعضهم بعضا ويرحمون المخالف. هؤلاء بالعكس هؤلاء يتمنون للطيب في منهجه أن يخطئ. والله تمنيا يتمنى وهذا خلاف الفطرة فضلا عن العلم والدين الذي توارثناه وأخذناه عن علمائنا. ومع ذلك أنا قلت كلمة أكررها قلت والله إننا نتمنى لهم الخير أكثر مما يتمنون لنا الشر. سبحان الله. للأسف الشديد يعني. والله الهادي إلى سواء السبيل.